سؤال رقم 5 بيقولي في الشكل المقابل حلقة دائرية نص قطرها 10 سنتي. ماشي، نص قطر اللي هو اسمه ايه؟ ار، بس هنضرب الرقم في 10 اس سالب 2. عشان احوله الى متر ماشي، يمر فيه تيار شدته اوي 5 امبير، 5 امبير. فإن كثافة الفضة عند مركز الحلقة واتجاهه هما، أول شيء التيار هنا ايه؟ خارج التيار مع عقارب الساعة، تيار بيلف كده والراجل هو بيقول لي اهو، شايفه؟ خلي صوابعك مع عقارب الساعة. أيوة. ماشي، يبقى الإبهام داخل ولا خارج؟ داخل. داخل. يبقى المجال بي نحو الداخل، يعني عمود الصفحة نحو الداخل. وطبعا متهيألي مفيش أسهل من القانون، بي بتساوي ميو نود في ان في اي على 2 ار 4 باي في 10 أس سالب 7. ان عندي كام لفة؟ لفة لفة بالظبط، اي 5 5 على 2 في نص القطر 2. ينفع اكتب 10 0.1؟ أو ما هي 10 اللي هي 0.1 عشان قسمت على 100، يعني يطلع الإجابة بكام؟ ها قولي لي يلا. هنحول 3.14 ضرب 10 أس كام؟ 5. أكيد أيوة، سالب 5 تسلا. للداخل ولا للخارج؟ داخل يعني الإجابة رقم جيم. جيم؟ للداخل. وانت زي ما قلت لي جيم، انا اخترت كمان جيم. برافو عليكي، برافو عليكي، انت رائعة بصراحة يا مريومة.